زوجة محمود ياسين تولن تدهور حالته الصحية بسبب الزهايمر. حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين زوجته تكشف حالته الصحية. زوجة الفنان محمود ياسين تكشف إصابته بالزهايمر. تفاصيل تكشف لأول مرة عن مرض الفنان محمود ياسين. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك. لو بتحب محمود ياسين ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنان القدير محمود ياسين. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين زوجته تكشف حالته الصحية. ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وفاة الفنان محمود ياسين والتي جاءت عقب إصابته بمرض الزهايمر الذي أدى إلى تدهور صحته، وتكشف الدستور لقرائها حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين الذي يبلغ من العمر 79 عاما بعد أن كرمته إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي منذ عدة سنوات. وجاءت الأنباء بوفاة الفنان محمود ياسين بعد غيابه عن الساحة الفنية، وكشفت الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين حقيقة وفاة زوجها مشيرة إلى أنه أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حاليا من الزهايمر غير الشرس لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم باستمرار. من جانبه نفى الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ما تردد حول وفاة والده، مؤكدا أن كل ما تم تداوله غير صحيح، وأكد أن والده بصحة جيدا كاتبا: الولد بخير الحمد لله، وربنا يهدي مروجي الشائعات. اللي مش عارف عايزين ايه بصراحة، الحكاية اصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات. كما نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر اشرف زكي وفاة محمود ياسين مؤكدا ان هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وقال ان الفنان محمود ياسين صحته جيدة وزي الفل، وما ينشر عنه الا هي شائعات لا اساس له من الصحة. وقد قدم الفنان محمود ياسين للدراما والسينما العديد من الاعمال الفنية الباقية، اشهرها الرصاصة لا تزال في جيبي والجزيرة الجزء الأول، وآخرها فيلم جدو حبيبي. يذكر أن آخر عمل محمود ياسين كان فيلم جدو حبيبي الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي وبشرى ولبنى عبد العزيز، وتم عرضه في عام 2012. زوجة الفنان محمود ياسين تكشف إصابته بالزهايمر. كشفت زوجة الفنان محمود ياسين الفنانة شهيرة تفاصيل حالته الصحية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة لأول مرة منذ سنوات، إذ أكدت شهيرة إصابته بالزهايمر ومعاناته معه منذ 8 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يوجد علاج لحالته أو تحسن في وضعه الصحي. وأوضحت الفنانة شهيرة أن آخر ما يتذكره محمود ياسين عن وفاة زملائه وفاة الفنان نور الشريف في عام 2015، وكان واعيا به، ولكن من بعدها أخفت عليه أخبار وفاة زملائه خوفا على صحته النفسية، ومنها وفاة الفنان محمود عبد العزيز وفارق الفيشاوي، مشيرة إلى أنه يتذكر بعض زملائه المؤثرين في حياته بصعوبة، ومنهم محمود عبد العزيز والفنان الراحل رجاء الجداوي الذي تحدث معها سابقا وتسبب في بكائها من الفرحة. يذكر أن مرض الفنان محمود ياسين تسبب في منعه من العمل والظهور على الشاشة منذ قرابة 8 سنوات، وكان تأخر أعماله فيلم جدو حبيبي في عام 2012، وكان من المقرر أن يشارك في مسلسل صاحبة السعادة مع عادل إمام في عام 2014، ولكن لم يستطيع استكمال العمل بسبب بداية معاناته مع المرض والزهايمر الذي جعله يبتعد عن الأضواء منذ ذلك الوقت. وظهر الفنان محمود ياسين في فيديو له منذ سنوات وهو يوجه رسالة للجمهور يشكرهم فيها على تذكرهم له ودعمه له رغم ابتعاده عن الشاشة، قبل أن يثير القلق مجددا بالحديث عن تفاصيل مرضه وعدم تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة. أبو تريكة ومحرز ومبابي تعاطف كبير من نجوم الكرة بعد تفجيرات بيروت. أحداث مفجعة تعرضت لها مدينة بيروت اللبنانية مساء أمس الثلاثاء بعد التفجيرات التي وقعت هناك وأسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا سواء وفيات أو مصابين. تعاطف كبير من نجوم وأندية كرة القدم مع لبنان بعد هذه الأحداث الأليمة. أبو تريكة ومحرز ومبابي رحيم ستيرلينج: اللقطات التي شاهدتها أحزنتني كثيرا، كل صلواتنا مع المتضررين من أحداث مشاهد ومناظر فظيعة وكارثية ناتجة عن تفجير مرفأ بيروت، حفظ الله لبنان
وأهلها وتعزية لأهل لبنان في شهدائه، وندعو الله أن يتم شفاه للمصابين، وحفظ الله بلادنا وأوطاننا من كل سوء ومكروه. ما سبب كثافة النيران بحريق سوق عجمان في الإمارات؟ قالت إدارة الدفاع المدني في عجمان بدولة الإمارات إن ضخامة الحريق الذي اندلع في السوق الشعبية اليوم الأربعاء ناتج عن البضائع التي أدت إلى سرعة انتشار النيران، وساعدت طبيعة البضائع التي تشمل فروشات وأكشاك وطاولات خشبية لبيع الخضروات ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال على انتشار الحريق وكثافة النيران. وأعلنت إدارة الدفاع المدني أنها أخمدت الحريق بمشاركة فرق الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، وأشارت إلى أنها سيطرت على الحريق في حوالي الساعة 9 مساء دون تسجيل أي إصابات، وأنه تجرى حاليا عملية التبريد. وقال اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن وحدات الدفاع المدني و25 من سيارات الشرطة والإسعاف حققت زمنا قياسيا في سرعة الاستجابة بالوصول لمكان الحريق خلال 3 دقائق. وأشار إلى أن فرق الشرطة أخلت المبنى وتمكنت من السيطرة على الوضع العام وحماية أصحاب المحلات وإبعاد الجميع من موقع الحريق، ما أدى إلى عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث. واندلع الحريق في السوق الإيراني حوالي الساعة 6:30 مساء اليوم الأربعاء، فيما لم يعلن حتى الآن عن أسبابه. والسوق الشعبي الذي يضم عشرات التجار من نقطة جذب شهيرة في عجمان ويستقطب الزوار من جميع أنحاء الإمارات. الدفاع المدني السعودي يسيطر على حريق كبير بحفر الباطن. أفادت وسائل إعلامية سعودية أن قوات الدفاع المدني بالمملكة استطاعت السيطرة على حريق ضخم اندلع أمس الثلاثاء في سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن. وأوضحت صحيفة المرصد السعودية أنه وبحسب معلومات أولية فقد طال الحريق أكثر من 10 شاحنات محملة بالأعلاف. سقوط الواجهة الزجاجية لمنزل هيفاء وهبي في لبنان متأثرا بانفجار بيروت. قالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في تصريح خاص اليوم السابع إن منزلها الواقع في وسط العاصمة بيروت سقطت واجهته الزجاجية بسبب الانفجار الكبير الذي وقع منذ قليل، لكنها لم تكن متواجدة بداخله. وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها أسود فاتح خلال وقوع الانفجار وكانت بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات الفلبينيات في منزلها أصيبوا بجراح في الوجه والرأس بعد سقوط الزجاج عليهن، وتم نقلهن لأحد المستشفيات في بيروت. وانتابت حالة من الرعب الشديد الممثلين الذين يصورون مسلسل أسود فاتح في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما حدث انفجار ضخم في بيروت. وتواصل اليوم السابع مع الفنان عمر السعيد الذي يصور هناك حاليا، وأكد أنه رغم بعد مكان التصوير عن مكان الانفجار إلا أن الجميع شهر بهزة أرضية كبيرة، مشيرا إلى أن الجميع بخير والحمد لله. كما أكدت الفنانة رانيا منصورة أنها كانت في أحد المولات وقت الانفجار ثم تفاجأت بتهشم الواجهات والزجاج والتطاير حولها، مشيرة إلى أن ما حدث كان يفجع القلوب على حد وصفها، موضحة أن جميع الممثلين بخير، ولكن تعرض الفندق الذي يقطن فيه الممثل المسلسل لتهشم واجهته. إليسا بعد انفجار بيروت بيت اتكسر وأنا بخير ومحروق قلبي على بلدي. حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على طمأنة جمهورها عليها بعد واقعة انفجار محزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله في مدينة بيروت اللبنانية، وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر محروق قلبي من جوا ومقهورة على بلدي من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء وكل الجرحى يتعافوا يا رب، بيت اتكسر كله مش مهم، المهم الله يحمي لبنان. وعلى جانب آخر ذكرت شبكة أم تي في أن شركة كهرباء لبنان مدمرة بالكامل جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم في مرفأ بيروت. وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم. ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت لم يكن يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. رئيس وزراء لبنان: نحن في مصيبة ولكن لن تمر دون حساب. علق حسام دياب رئيس الحكومة اللبنانية على الانفجار الذي وقع في لبنان الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت قائلا: ما حدث لن يمر من دون حساب، نحن في مصيبة ولكننا نتحصن بقول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. وأضاف دياب خلال كلمة له مساء اليوم أن الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها، والمتسبب في الكارثة يجب أن يدفع الثمن، داعيا الدول الشقيقة
والصديق لمساعدة بلاده. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب ملاحقة الفنان محمود عبد العزيز للشائعات؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.